وصلنا لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير رح نكون فيها ضمن علوم الطاقة. أكيد نرمين، هاي الطاقة اللي نحن أبدا ما فينا نبلش نهارنا بلاها ونكفي حياتنا بدونها. قد ايه مرق بحياتك هيك نقول عنا صدفة بجوز، وفي ناس تقول لا هاد جذب، فكرتي بشي مرة ولقيتي فجأة صار قدامك كتير. إن كان شخص إن كان موضوع؟ كتير شغلات بحاول فكر فيها بتجي، بس مو يمكن مو فورا يعني دائم. بعد فترة معينة بلاقيها صارت، بس بتكوني أخدي وقت كتير كبير بالتفكير فيها، بتكون طبعا بكون مركزة عليها كتير يعني. طبعا دائما قانون الجذب بيعتمد على التفكير بالشي نحن اللي بنحبه، إن كان بالأشخاص البعيدين، إن كان بالذكريات الحلوة، وإن كان بالأحلام اللي ممكن تتحقق ولو بعد 10 سنين وعن تجارب يعني. خلينا نكون مع ضيفنا لليوم محمد جاويش، وهو خبير في علوم الطاقة، لنحكي أكثر عن الطاقة والجذب وكيف نحن اليوم قادرين نجذب الأشياء الإيجابية بحياتنا ونبتعد عن السلبية. صباح الخير. صباحك. صباحك طاقة. يخلي لي. هل أنت بتفيق نشيط كل يوم؟ تقريبا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن قانون الجذب، قديش هذا العنوان هيك ساحر وفورا بتحس أنه في أماني راح تتحقق. خلينا نحكي أكثر عن هذا القانون وشروط يعني العمل فيه أو خطوة تحقيقه. تمام. هلأ مثل ما ذكرتي حديث حضرتك، نحن دائما ممكن بنحس أنه قانون الجذب له علاقة بتحقيق الأمنيات بالشغلات الإيجابية، وقت في عالم تفهموا شغلات سلبية، ولكن ببساطة قانون الجذب مبدأه أو تعريفه أو فكرته أنه هو تجسيد الأفكار على أرض الواقع إذا كانت إيجابية أو كانت سلبية. مع الأسف أنه العقل على قد ما بيقدر يميز بين الافكار الايجابيه والافكار السلبيه، بس هو كمان بيحققهم بنفس الوتيره، يعني مثل ما بتتحقق الفكره الايجابيه بتتحقق الفكره السلبيه ضمن قانون الجذب. فنحن بس ببساطه لازم نعرف شو بدنا، شو لازم نختار، واياها اقوى الفكره الايجابيه او الفكره السلبيه. اين واقوى؟ السلبي. هلا السلبي فعلا اقوى دائماً، 10 مرات السلبي دائما كل شيء، ولكن صحيح. انت قادره تخلي تفكيرك ضمن مجال الافكار الايجابيه. هلا اكيد في عالم رح تقول لك انه صعب ضمن الظروف وانا ما فيني افكر دغري بفكره ايجابيه، انا معك، بس اذا بنبلش فيهم خطوه خطوه صدقيني كل شيء رح يكون سهل. مثل النجاح، ما حدا بيخلق ناجح بالحياة، مع الدراسة ومع العلم شوي شوي رح يصير حدا ناجح بالحياة. نجذبه. تماما. طيب خلينا نجذب هيك اليوم الأشياء الحلوة ونروح على القوانين اللي نحنا لازم نتعرف عليها ضمن قوانين الجذب. تمام. هلأ قانون الجذب نحنا ممكن نستخدمه بالسعادة، ممكن نستخدمه بجذب المال، ممكن نستخدمه بجذب الأشخاص. ركز لي على هاي تانية شوال. جذب المال. تماما. هلأ رح أشرح لك مثال إذا بدك عن هاي القصص. أي حدا فينا ممكن بمر بفترة أنه ممكن يزدهر ماديا وممكن ما يكون بأحسن حالاته ماديا. الفكرة هو الشعور أنه أنت عن جد ما تحسي حالك بحاجة للمادة، على قد ما بتكوني أنت ممتنة للمادة اللي معك. في عالم بتقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، فأنت على قد ما صرفتي على قد ما كنتي ممتنة للمادة اللي معك، على قد ما الكون رح يرجع يبعث لك أكثر وأكثر. بس الفكرة أنه نحن ما نحس بشعور ضعف أو بفكرة سلبية أنه أنا ما معي مصاري، أنا ما رح أنجح، أنا كذا. طيب. لأنه قانون الجذب أفضل. عفوا بدي يعني ركز على هاي النقطة، كمان في مثل بيقول لك خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، هذا بروح الطاقة اختلاف وجهة نظر يعني. ما بنقدر نميز الأبيض من الأسود، بس الفكرة أنه هلا عن جد أنت إذا فتي بهذا الدومين أنه أنت على قد ما صرفتي على قد ما كان عندك طاقة امتنان، طاقة محبة للمصاري اللي معك أو للأشخاص بالحياة بكل النواحي، فهنن رح يرجعوا أكثر وأكثر بحياتك. هو أساسا مبدأ قانون الجذب هو الإيمان، أنه أنت تأمني بالشغلات لحتى تصير، بس بتأمني بالإيجابي قبل السلبي. أنا بالنسبة لي عم بصرف كل ما في الجيب يعني الأريحية. هي محبوحة يعني كلها على بعض، حدا متفائل دائما بالرزق وبهدول القصص. يعني نرمين من هدول الأشخاص أنه دائما بتتفائل بالرزقة حتى وشها بشوش. شكرا. طيب حكينا عن الطرق وعن القوانين، اليوم خليني نحكي عن قصة الجذب. اليوم نحن بنعرف في طقوس مفروض نحن نتبعها أو قصص لازم نساويها كرمال نوصل للشيء اللي بدنا اياه. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء حتى في طريقة لجذب أشخاص بعيدين. صحيح. ولو بمنام ولو برؤية ما بعرف. صحيح. يعني هي بقانون الجذب أنتم بتعرفوا أكثر. اليوم كيف نحن قادرين نوصل هاي القصة؟ الجذب بيتجسد بثلاث طرق فيني لك، أو ثلاث خطوات اللي هي الطلب، الإيمان، والتلقي. بدنا مليون واحدة واحدة. تماما. هلأ نحن يوم اللي نطلب بالحياة، نحن مع الأسف نطلب مليون مرة بأي طلب بنطلبه بالحياة، ولكن رح أعطيك مثال عن هاي القصة. هلأ نحن يوم اللي بنفوت على كافيه مع رفقاتنا، فيوم اللي بيجي النادل بدنا نطلب منه طلب، نحن كم مرة بنطلب؟ على حسب قد ايه معك بجزدان. لا اول طلب بنطلبه مره واحده نحن، صح، وبيكون عندنا كامل الثقه انه رح ينزل المشروب بعد 10 دقائق بعد ربع ساعه. ما رح نرجع نساله ونطلبه نطلب منه مره ثانيه الا اذا بدنا نجدد المشروب. فنفس الشيء الكون او قانون الجذب، يوم اللي بنطلب نحن مره واحده ومنآمن فيه ومنحاول انه عن جد نبعد كل الافكار السلبيه عنا رح تصير.
هي ببساطة مرة واحدة. اعطينا مثال محمد، ما يعني عم تقول ما نكرر، يعني ما نكرر الطلب؟ لا، بنطلب مرة واحدة بالحياة. مثال ثاني إذا بدك عن الإيمان، على فرض إنه نحن طلبنا قصة معينة، لا شعوريا حتبلش الأفكار السلبية تدخل لعقلنا يلي هي أوريدي موجودة، طيب بلكي ما صار هيك، بلكي صار هيك، طيب إذا صار هيك شو راح أعمل أنا؟ أنا معكم كل هدول القصص حقنا نحن نفكر فيهم، ولكن بالحياة خلينا نجرب نطلب شغلة وننساها، ونحن عن جد مآمنين إنه هي حتصير، يعني مثلا أكيد كلياتكم صار فيكم تجارب عن هدول القصص، مثلا أنا طلبت إنه شوف حدا مسافر إلي فترة منيحة ما التقيت. كيف نطلبه؟ قل لي أعطيني طريقة يعني. حطيت هذا الشخص براسي، قلت بهي الفترة، حددت ما حددت تاريخ، بس قلت بهي الفترة القريبة أنا رح شوف هذا الإنسان أو هي الإنسانة. فبتفاجأ بالتليفون إنه محمد أنا كذا كذا نازل على سوريا، أو بالأحرى اليوم المساء بصير بسوريا. كان هذا الخبر وصلني بعد أسبوع من الطلب اللي أنا طلبته. أنا طلبته عن جد مرة واحدة وآمنت إنه هو رح ينزل، وأنا ما بعرف إنه هو كان صاير عنده شغل هون وهو مضطر إنه ينزل. أكيد هو ما بينزل أوقات كرمال الشخص، بس يعني صار في قصة روحانية هون. تمام، يكون بيهيئ لك ظروف معينة لحتى تتجسد القصص. كيف هو بيهيئها هي علمه. قانون الجذب هو مثل القوانين الفيزيائية، قانون حتمي. تمام. طيب قديش منشوف كمان يعني في أشخاص لهلأ مثلا ممكن حدا عم يسمعنا ما كتير يصدق يعني هذا الشيء، أو ما كتير يقول إنه ممكن تزبط يعني، فهدول الأشخاص ما رح يزبط معهم قانون الجذب ولا هن أوريدي بيزبط معهم. رح أقول لك ليش، لأنه هن مثلا بيطلبوا فكرة وعن جد هن مو مآمنين، تمام، فهن ما بيفكروا فيها كتير، فلا شعوريا قانون جذب أو الكون رح يحقق لهم إياها، مو مبدأ ليثبت لهم قدراته أو شيء أو كذا، لا، لأنه هن ما فكروا فيها كتير، يعني ما نزعوا مساراتها. خليني أقول لك شوي عن قصة المسارات. كل شغلة نحن بنفكر فيها على صعيد الشغل، على صعيد العاطفة، على صعيد المادة، تنطلق منها هي الفكرة على الكون بترددات معينة. هي الترددات بترجع لنا إن كانت تردداتها إيجابية أو سلبية. ما هون النقطة، عفوا محمد، أنت أول شيء عم تقول نطلبها مرة واحدة، ونحن بنعرف إنه الترددات أي شيء بنطلبه صوت وصدى، يعني صحيح. الإلحاح بطلب القصة صداها عم يرجع لنا إيجابيا، فاليوم نحن نطلب برا أو نضل نردد الطلب؟ لا، أنا برأيي نطلب مرة. قصة الإلحاح نحن متعودين عليها باللاشعور، ممكن أوقات بسبب ظروف بيئية، بسبب ظروف عائلية، بسبب ظروف نفسية، والله أعلم. بس أنا برأيي بالحياة، قلت لك مثال إنه نحن إذا بنفوت على كافة حنطلب أول مرة مرة واحدة، وصدقيني حنكون واثقين كامل الثقة إنه رح ينزل. بس يعني هي المرة الواحدة بدها تكون مليانة بالامتنان والقناعة إنه رح تصير، يعني ما لازم تشوبها ولا فكرة سلبية، يعني إذا دخلت للو أو إذا أو بس. صحيح. هو المشكلة قانون الجذب ما بيتعامل مع الأحرف النافية، يعني إذا قلتي مثلا أنا اليوم الصبح بجيتي على الاستديو، قلت أنا حابب إني أوصل بكير، فأنا فعلا وصلت بكير، ما قلت أنا يا ربي ما بدي أتأخر، لازم ما أتأخر، لازم أتأخر. أو إن شاء الله ما يطلع لي شيء بالطريق، لأنه كنت رح أتأخر. الكون أو قانون الجذب ما بيحب هي الأحرف النافية. فإذا بتقولي أنا بدي صير ناجحة، أوكي أنت رح تنجحي، بس إذا بتقولي أنا خايفة من الفشل، أنت رح تفشلي. ايش في طاقه سلبيه حوالينا ومفردات بتنقل؟ لا عم طلع فيني مهلك يا عم. هذا الكون الكلمه حق، بس نحن عن جد كثير ممكن تكون معرفتنا قليله بهذا الشيء. الكلمه اللي عم تطلع منها عن جد هي حق. محمد، هلا انا بعرف انه نحن اذا انت حابب تجذب شخص مشتاق لحدا، في طقوس بدك تقعد انت قاعد بدك تساويها. صحيح. طيب خلينا انا هدول بدي اوصلهم، عم لك اعطيني مثال. يمكن أوكي. انا قريت انه بدك تكون يعني انه انت كثير بدك تركز بالقصه، كثير بدك تفكر بهذا الشخص، ما بدك اي شيء يعكر صفو القعده. صحيح. انت فيكي مثلا بالبيت، اذا على فرض انه اليوم حدا فينا جربه او من المشاهدين، يقعد بالطريقه اللي بتريحه بالبيت، قاعد متسطح، عم يسمع موسيقى، عم يشرب مشروبه المفضل، بس هو حاسس بشعور ارتخاء، ما في ضجه حواليه، مبسوط مرتاح. فانت فكري بالمال او فكري بهذا الشخص وبس، اطلبيه مره واحده، ولا شعوريا ممكن بعد يوم، ممكن بعد سنة رح تتجسد القصة. أنا جربتها بمثال صار معي بفترة، كانت وقت الحجر، المسويات صارت القصة، ما في عالم مفتحة، ما في شيء. فبقول إنه جاي على بالي العصير، أوكي هاي القصة ما رح تصير لأنه هلأ ما في محلات فاتحة. بتفاجأ بعد ساعة بيوصل لعنا ضيف على البيت بقلب الحجر، يعني كان قادر إنه هو يطلع، فبسبب ظروف طبية طبعا معينة جاي معه العصير اللي أنا طلبته. جذب جذب. طيب حكيت لنا انه حابب تركز على موضوع الامتنان وطاقه. صحيح. الامتنان وشروط يعني ممكن او طرق اللي ممكن نمشي فيها، خلينا نحكي عنها. صحيح. موضوع. شعور الامتنان بالحياه وبقانون الجذب هو فعلا شعور مهم. نحن بنكون ممتنين لكل شيء بحياتنا، ممتنين للصحه، ممتنين للرزق، ممتنين للاهل بحياتنا كلياتهم، بس في فرق عن جد بين انه انت تمتني وبتحسي حالك عم تضحي، او تكوني ممتنه وانت مبسوطه. لانه بس ببساطه في فرق بين شعور التضحيه وبين العطاء، بين التضحيه وبين الامتنان.
كله مختلف عن كله تماما. فانت بس عن جد بس طاقه ايجابيه لهذا الشعور ورح تلاقي انه شعور الامتنان اللي هو الحمد بالنهايه. احنا عن جد عم نحمد رب العالمين على كثير نعم هو عطينا. هو الطلب يعني, يعني هو الطلب لهذا الجذب كمان هو الهي يعني تمام. رباني يعني تمام. مشان اليوم ما نحن نبعد عن الفكره نكون عم نحكي بشيء ثاني يعني. ودائما مثل ما قلنا يعني الطاقة هي موجودة بالكون، موجودة بالأشياء اللي حوالينا يعني. ممكن نيرمين تعطيني شيء إيجابي، ممكن أي حدا يعطيني شيء سلبي. وهون لازم إحنا نقدر نفصل بين السلبي والإيجابي بموضوع الطاقة. قديه تأثيره كتير كبير. هلا فعلا مثل ما ذكرتي حضرتك قلت لك قبل شوي انه الفكره السلبيه مع الاسف اقوى بعشر مرات من الفكره الايجابيه، بس نحن قادرين عن جد اذا حسينا هلا ما حدا فينا ما بحس بافكار سلبيه، قادرين نلهي حالنا بكثير اشياء اهم، مثلا ممكن قادرين نلهي حالنا بمشوار، قادرين نلهي حالنا بشغل، بطلعه، باي قصه، ممكن بقراءه كتاب بهي القصه، فنحن عن جد بنحاول شوي شوي بنبعد عن الافكار السلبيه لحد ما نخلص منهم على الاخير، بالشغلات اللي نحن بنحبها. تمام. يعني بالختام بدنا نشكرك محمد جاويش خبير في علوم الطاقة على كل الطاقة يلي ما نحكي لنا يا هواء التفاؤل. شكرا كثير لك.